القدس تي في، عيش الخبر أينما كنت. 250 قاضيا وقاضية حضروا من مختلف المدن الفلسطينية في أكبر تظاهرة قضائية تشهدها فلسطين لمناقشة الواقع الذي تعيشه أروقة القضاء الفلسطيني في فندق الانتركونتيننتال في بيت لحم. المؤتمر هو من ضمن المؤتمرات القضائية التي تعقد سنويا في هذا الشهر بالذات. الهدف منه بداية هو يعني الالتقاء أو لقاء مشترك لجميع قضاة فلسطين سواء كان في الضفة الغربية أو في قطاع غزة، طرح بعض الإشكالات التي تعترض عمل الجهاز القضائي. فتحت شعار هيبة السلطة القضائية واستقلال القاضي جرت فعاليات المؤتمر القضائي الخامس الذي يأتي في وقت تشير فيه إحصاءات المحاكم إلى ارتفاع في عدد القضايا لديها. نسبة القضايا اللي وارد المحاكم هذا العام تزيد 22% عن ذات الفترة في العام الفائت، كذلك نسبة الفصل في القضايا زادت بنسبة مئوية تقدر ب 18% عن نسبة فصل القضايا في العام الفائت. استقلال السلطة القضائية ماليا واداريا ووحدة الجسم القضائي الفلسطيني كان اهم التوصيات التي تمخض عنها المؤتمر. توصيات انعكست على الشارع الفلسطيني الذي طالب الجهات المعنية ببذل المزيد من الجهود لتعزيز استقلالية القضاء. لازم يكون سواسية، الناس سواسية تحت القضاء، مش أنت عارف يعني فلان له ظهر وفلان ملوش ظهر إطلاقاً. الواضح إنها هي أبداً مش مستقلة، يعني من الأحداث اللي بتصير واللي بنشوفه فيش فصل بالسلطات، يعني هي تعتبر من السلطات اللي ما فيها أي استقلالية. يعني لازم إحنا بدنا في حكم، لازم بدنا في سلطة، بدنا أقوى من هيك. بينما شهدت السنوات الأخيرة للقضاء تطوراً ملحوظاً في جميع جوانبه، إلا أنه لا يزال يعاني من تراكم لعدد القضايا ونقص في عدد القضاة بحسب مطلعين. حمزة السلايمي لتلفزيون القدس. تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، يوتيوب، وتويتر.